الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. إلهي، خلقت الإنسان وعبد غيرك، ورزقته فشكر غيرك، فلما أمته لم يطلب المغفرة من غيرك. إلهي، ما عرف قدرك من عصاك. إلهي، عجبا إلى الأقدام كيف سعت لغير رضاك، وإلى النفوس كيف خضعت لسواك. إلهي، عجبا لقلب أنت شققته، ولسان أنت أنطقته، عجبا كيف أقر بالوحدانية لسواك. إلهي، يا مفرج كربتي بك أستجير فلا يجير سواك، ويا مؤنسي في وحدتي عجبا إلى الخلائق كيف استأنست بسواك، عجبا إلى الأقلام كيف كتبت ما يغضبك في علاك، وإلى الألسن كيف نطقت بما يسخطك في علاك. يا من نجيت موسى في التابوت، وحافظت يونس في بطن الحوت، ندعوك لأنك أنت الحي الذي لا يموت، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، فهذا هو اللقاء الخامس لنا مع خطبة الوداع التي وضع فيها النبي صلى الله عليه وسلم وصيته الخاتمة لأمته، ووضع المنهج الأمثل لحل كل المشكلات. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما وأصحاب السنن كافة من حديث جرير بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم الحج الأكبر على ناقته أمام 100,000 أو يزيدون، أمام 100,000 من الموحدين، أو 125، أو 140، روايات ثلاثة. وقف أمام جموع الموحدين يقول لهم: أيها الناس، اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا. أيها الناس، أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ أي بلد هذه؟ سكت الصحابة أدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية قلنا لعله يسميه بغير اسمه، فالناس كلها تعلم أن اليوم يوم النحر، أو اليوم يوم عرفة، وأن الشهر شهر الله المحرم ذو الحجة، وأن البلد بلد الله الحرام. سكتنا، قلنا لعله يسميه بغير اسمه كما سألنا قبل
أتدرون من المفلس فيكم؟ فقلنا من لا دينار له ولا درهم يا رسول الله، والحديث في الصحيحين. قال لا، إنما المفلس من يأتي يوم القيامة بصيام وصلاة وزكاة. وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وذاك من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم وطرحت عليه فطرح في النار. هذا مفلس من الحسنات وليس مفلس من الممتلكات والأموال. قلنا لعله يسميه بغير اسمه، فقال صلى الله عليه وسلم: أليست البلد الحرام، أليس الشهر شهر ذي الحجة، أليس اليوم يوم النحر، أليس اليوم يوم النحر أو يوم عرفة؟ قلنا بلى 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 يا رسول الله. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، وفي رواية عند البخاري وأبشاركم، عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذه إلى أن تلقوا ربكم. فإن دماءكم، دماءكم دماء المسلمين على كل المسلمين حرام. تأكيدات وتنبيهات متتابعات، لأن الآتي أمر جلل. أيها الناس، نداء: اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. إشارة إلى قرب الوفاة وإلى أنها الوصية الخاتمة لتعض عليها بالنواجز، كما يجلس أب على فراش الموت بين بنيه فيقول: اسمعوا وصية الخاتمة. يعطيه كل أبنائه آذانهم وقلوبهم في قمة الانتباه وفي قمة الانصياع، رغبة في تنفيذ الوصية بحذافيرها. تنبيه ثان ثم نداء ثالث: أيها الناس، ثم سؤال وثان وثالث. والسؤال يقتضي إجابة، والإجابة تقتضي إعمال عقل وحضور ذهن. كل ذلك منبهات ومؤكدات، ثم تتتابع المؤكدات: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. كل هذا ليس النبي في حاجة إليه بلغة العقل، فإن حرمة اليوم والشهر مقررة في جاهلية وإسلام. كانت الأشهر الحرم موجودة عند الكفرة، حرام القتال فيها، قتال الأعداء حرام، لا الأولياء لا المؤمنين بخالق الأرض والسماء، قتال الأعداء حرام عند المشركين ومن باب أولى عند المسلمين، إلا ردا للاعتداء. فهي أمور مقررة في جاهلية وإسلام، لا تحتاج لهذه المؤكدات. ثم أعجب من بداية عجيبة يتوقف العلماء معها طويلة: أيها الناس، من المخاطب؟ مؤمنون. متى؟ في العام العاشر من الهجرة والعام الأخير من البعثة، في العام التاسع
أرسل النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري أبا بكر ليحج بالناس، وهو في الطريق نزلت سورة براءة أرسل بها علي بن أبي طالب ليؤذن في الناس بأمر رسول الله ألا يطوف بالبيت عريان ولا يحج بيت الله مشرك بعد هذا العام. فخلصت مكة للتوحيد والموحدين. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم في العام العاشر على رأس الحجيج ليعلم الناس مناسك الحج وليلقي وصيته الخاتمة. فخرجت الآلاف المؤلفة لتحج بيت الله في رفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا 100,000 أو يزيدون، كل الوقوف مؤمنون. لغة العقل تقول أن يكون النداء أيها المؤمنون أيها المسلمون أيها الموحدون، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس لما؟ أجاب أهل العلم بإجابات ثلاث. الأولى قال أيها الناس، وهي كلمة عامة تشمل كل الخلق لا تخص المسلمين، إشارة إلى أن الأخلاق والقيم والمبادئ والشرائع التي سيذكرها في هذه الوصيات الخاتمة لا تصلح المسلمين وحدهم، إنما تصلح الناس أجمعين، فهي أخلاق أرضية سماوية، أي نزلت من السماء لتصلح كل الأرض ومن عليه، لا لتصلح المسلمين وحدهم. أيها الناس خاطب الكل، لأن الأخلاق والشرائع والقيم التي سيذكرها حقيق بها أن تصلح كل الناس. الثاني قال أيها الناس، وهي من النوس بمعنى الاضطراب والتذبذب والحيرة، إشارة إلى أن الحبيب صلى الله عليه وسلم يخاطب آل الاضطراب وآل الحيرة، أيها المضطربون أيها المذبذبون أيها المعذبون اسمعوا تلك الوصية ففيها خيركم وأمنكم وأمانكم وراحة بالكم. الثالث قال أيها الناس بلغة العموم، مع أن المخاطب مؤمن، إشارة إلى أنه يخاطب سلة قليلة يبلغها دين الله ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبلغ عنه كل الناس. فيا أيها الحضور، وصيتي لكم أمانة في أعناقكم أن تبلغوها لمن خلفكم لتبلغ الدنيا كلها، إشارة إلى وظيفة البلاغ لهؤلاء. فإن عقلتم وظيفتكم في بلاغ دين الله لكل خلق الله، في بلاغ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل خلق الله، كأنني بلغت كل الناس وكأنني خاطبت كل الناس. على حد قول الله لتنذر أم القرى ومن حولها، أم القرى مكة ومن حولها قال المفسرون جزيرة العرب على الأعم على الأوسع، لكن الآية فيها إعجاز علمي يجعلك تدرك أمرا إضافيا لما قاله سلفنا الصالح. ما الإعجاز؟ قالوا ثبت بالبحث العلمي أن الكعبة تتوسط الكرة الأرضية توسطا حقيقي. في أربعينيات القرن المنصرم لما أتوا ليقيموا خطوط الطول وخطوط العرض، عرض المسلمون خط طول مكة فرفض، مع أنه الخط الأمثل لتكون القياسات بلا أدنى ميل.
وكانت إنجلترا تتحكم في العالم ساعتها، ففرضت على الدنيا خط جرينتش، وكل الخطوط الآن فيها ميول. لو أجري خط مكة ليكون الخط الرئيسي الذي يقاس عليه تستقيم القياسات. ثبت بالبحث العلمي أن الكعبة تتوسط الكرة الأرضية توسطا حقيقيا، فهي نقطة دائرة الأرض وقطب الدائرة. المعنى العلمي ده يفيدك بإيه؟ حينما يقول الله لتنذر أم القرى مكة بدءا من الكعبة قبلة المسلمين ومن حولها، إن أخذت تتسع بالتساوي في كل اتجاه، المعنى ستملأ الأرض بدعوة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. يبقى لتنذر أم القرى ومن حولها، أي لتنذر المسلمين العرب، أي لتنذر العرب ليسلموا ابتداء، ثم لتنذر أهل الأرض انتهاء. تبدأ بالجزيرة العربية، لأن القرآن عربي نزل بلسان عربي مبين، وأولى الناس به وأولى الناس بالإيمان به وأولى الناس بفهمه وأولى الناس بإدراكه وأولى الناس بإفهامه أهل العربي. والمعنى يلزم العرب أن يسلموا، فإن أسلموا يلزمهم أن ينشروا القرآن لكل بني الإنسان. لذلك قال لتنذر أم القرى ومن حولها، بدأ بها لخصوصية النشأة والبداية، بداية الرسالة، ولخصوصية البلاغ بعد، فكأن فيها إشارة إلى أن أمة العرب أمة البلاغ وأمة الدعوة. عربيتك إسلاميتك جعلت بلاغ دين الله لكل خلق الله في رقبتك، فكل أعجمي وكل غربي لا يعرف الإسلام في رقبتي وفي رقبتك، في رقبتي ورقبتك. الدعوة إلى دين الله، بلاغ من لا يعلم من هو الله وما دين الله ومن هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وظيفتي ووظيفته. قل هذه سبيلي، الدعوة إلى الله سبيلي، سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أدعو إلى الله على بصيرة، على علم وفهم، لا على جهل. أنا أي رسول الله ومن اتبعني، إشارة عظيمة إلى أن الدعوة إلى الله وبلاغ دين الله وظيفة كل مؤمن بالله. قل هذه سبيلي، أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني. لكن قبل أن يذكر عمومية الدعوة ذكر خصوصية العلم، فقال على بصيرة، فتعلم قبلما تتكلم ولا تهرف بما لا تعرف. استحصل أولا، تعلم أولا، ثم علم ثانية، ففاقد الشيء لا يعطيه. ولو سكت من لا يعلم لقل الخلاف، لكن من لا يعلم هو الذي يتصدر المشهد، ومن يعلم يختبئ في منزله خوفا على دنياه، هنا يضيع خلق الله. لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف، قاعدة. فإن كان المتكلم هو من لا يعلم، وإن كان من يعلم هو الساكت، انقلبت الأمور ضدا بضد. وإن لله وإن إليه راجعون. اسمع أيها الناس، يخاطب المؤمنين لكنه يعلم المؤمنين بوظيفة البلاغ لكل الناس. قال أي
أيها الناس إشارة إلى أنكم أيها المؤمنون مطالبون ببلاغ هذا الدين لكل الناس، فإن فعلتم وبلغتم كلامي لكل الناس كأنني الآن أخاطب كل الناس. هذه الثالثة. الأولى تتوقف عندها، وهي أن الأخلاق والقيم والمبادئ لا تصلح المسلمين وحدهم، إنما تصلح الناس أجمعين. انظر إلى حقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة الذي هو ميثاق الأمم الظالمة القوية ضد الأمم الضعيفة، تجد مواثيق الأمم لا قيمة لها. إن كان المقتول مؤمنا، إن كان المقتول مسلما، إن كان المجندل مسلما، لا قيمة لها ولا وزن لها. أما إن أوذي صليبي قامت الدنيا ولم تقعد، فهي قوانين بشرية تراعي فئة على حساب فئة. أما قانون العدل المطلق فهو الذي أتى به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بلاغا عن الله. اسمع اسمع إلى الفارق بين كلام رسول الله ومواثيق الأمم الظالمة. أيها الناس إن دماءكم إن دماء كلكم على كلكم حرام. خطاب بالجمع، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم. والعجيب أنه ما قال إن دماء المسلمين على المسلمين، بل خاطب بأسلوب أعم، إن دماءكم عليكم. حرمة الدماء، حرمة دم المسلم مقررة، حرمة دم الكتابي المعاهد الذمي مقررة. لا يحل لك أن تقتل نصرانيا أو يهوديا ولا كافرا معاهدا غير محارب، حتى الكافر لم يحمل السلاح عليك، لم يحاربك في دينك، حرام. عاهدك، أخذ العهد منك، أمنته. الكافر الذي دخل بلدك أخذ تأشيرة دخول من بلدك، وتأشيرة الدخول هذه في الفقه الإسلامي تسمى عهد أمان. والنبي قال فيما رواه النسائي وأحمد: من أمن رجلا وقتله أعطي لواء الغدر يوم القيامة، وفي رواية: فأنا من القاتل بريء ولو كان المقتول كافرا. هذا إسلامنا، حرم الدم كل الدم، الدم المعصوم، هناك دم مباح. أيها الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. يؤسس لحرمة الدم والمال والعرض ويبنيها على حرمات ثلاث مغلظة مقررة متفق عليها في جاهلية وإسلام، إشارة إلى أن حرمة دم المسلم متفق على حرمتها لا خلاف فيها. انتهى الأمر بكل هذه المؤكدات والمنبهات والمعظمات، فما العلة في أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا تراه زائدا حينما يقول: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذه؟ ما العلة أن يقول بعدها: إلى أن تلقوا ربكم؟ هو حد قال أنه سيأتي يوم يتحول دم المسلم من حرام إلى حلال؟ هل قال أحد إن الحكم سيتبدل؟ ما الحكمة في أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه المنبهات والمؤكدات
والمعظمات إلى أن تلقوا ربكم. تعني الحرمة أبدية والحكم نهائي لن يتبدل، لأنه من قبل العلي سبحانه. العلة، أنا أستاذ بلاغ، العلة إيه؟ لماذا قالها رسول الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؟ هو البليغ، هو أفصح العرب على الإطلاق. الرجل الفصيح لا يأتي بكلام زائد عن الحاجة، كل كلامه إيجاز. هل هي زائدة؟ لا، هي في تلك البيئة أمام الصحابة مع القرون الأولى مع العرب الخلص مع أهل الإيمان مع أهل الثبات على عبادة الرحمن ونسيان قدرات بني الإنسان، تكاد تراها زائدة. لكن إن عممت النظرة إلى أزمان متتابعة وإلى أوقات غابرة تحياها الآن، إن رأيت أشياخا باعوا الدين والوطن، إن رأيت أشياخا باعوا آخرتهم بدنيا غيرهم وترخصوا في دماء إخوانهم ورخصوا للظلمة في دماء إخوانهم، إن رأيت هؤلاء، إن سمعت ظالمهم الأكبر يقول اقتلهم والله معك، ولقد تواترت الرؤى أن الدين معك والله معك ورسول الله معك وأولياء الله الصالحون معك، من قتلهم فهو أولى بالله منهم، اقتلهم والله معك، كلاب النار يحرض على قتل مسلمين موحدين لا شائبة لهم إلا أنهم رفضوا ظلم الظالمين، اقتلهم. لهؤلاء قال سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم إلى أن تلقوا ربكم، كأنه يخاطبنا اليوم يا بني الإسلام يا بني التوحيد يا طلاب الحق، إياكم أن تغتروا بفسدة وظلمة وبائع الدين، إياكم أن تسمعوا لهم، فإن هؤلاء مدلسون تناسوا لقاء رب العالمين وباعوا الدين من أجل رضا الظالمين، هؤلاء باعوا آخرتهم بدنيا غيرهم، لا تسمعوا لهم لا تسير خلفهم، فهؤلاء أناس ماتت منهم القلوب وتفلت منهم طريق الآخرة وعضوا بالنواجز على دنيا زائلة وتناسوا وقفة بين يدي الله. أدركت لماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذه في شهركم هذا إلى أن تلقوا ربكم؟ هذه حرمة ثابتة مقررة نهائية أبدية لن تتبدل، لن يتغير الحكم، لن يكون دم مسلم يوما ما حلالا إلا فيما نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، لا يحل، يبقى الأصل أن دمه حرام. الثيب الزاني، من الثيب؟ المتزوج، تعبير خطأ، الثيب من سبق له الزواج، ونعني بالزواج البناء. لو قلت المتزوج تعبير خطأ،
لأن كلمة المتزوج يخرج منها المطلق بعد بناء، والأرمل بعد وفاة زوجه، كلاهما سيب في لغة الشر. من سبق له الزواج زنى، حكمه الرجم حتى الموت، استبيح دمه، يقتل حدا. النفس بالنفس، من قتل مسلما عمدا حكمه القصاص، ولكم في القصاص حياء. إي وربي حياء، تلكم الجملة من كتاب الله تحل معضلات السأر في الصعيد. آية واحدة تحل لك مشكلة لا طائل من ورائها. ولكم في القصاص حياة، انتهى. سرعة التقاضي والحكم بما أنزل الله يلغي قضية الثأر في الصعيد. قتل أخي في غضون أيام قبض عليه وحكم عليه بالإعدام، انتهى أمري. لا أطالب بسأر أخي لأن الأمة أخذت لي بحقي. أما التباطؤ في التقاضي شهورا وسنين ثم يأخذ 5 سنين، 5 سنوات، 10 سنوات، 20 سنة، لا، أريد أن أنتقم دم بدم. فإن كان الآخذ بدم الدولة انقطع دابر الفتنة، فإن أخذت أنا بسأري رد هو وأخذ بسأره، وهكذا دواليك إلى أن يفني بعضنا بعضا. الحل لمشكلة الثأر تطبيق شرع الله في هذه الآية، ولكم في القصاص حياة. القصاص حياة. كيف يقول القرآن على إزهاق النفس حياة؟ لا، حياة. كيف؟ قال أهل العلم من وجوه: القصاص سبب حياة. كيف؟ القاتل إن علم أنه إن قتل يقتل سيرتدع فلن يقتل، فكان هذا الخوف من هذا الشرع الحازم سببا في حياته وحياة القتيل. لما قتل وخالف أمر الله، لما قتلناه كنا سببا في حياة أناس كثر اللي هم كانوا سيسيرون في طريق السار، نقتل من العيلة دي والعيلة دي تقتل مننا، ونقتل منهم ويقتلوا مننا. خش بقى 20 30 50 100 200 1000 2000 إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعول. فلو الرجل ده قتل وقتلناه قصاصة انتهى الأمر. عاوز حقك جبدلك حقك، والحدود مردها إلى الحاكم وليست إلى الأفراد، انتهى الأمر. حقك أن يقتل، فإن قتلته بيدك أخذ السأر منك، فإن قتل بيد الحاكم انتهى الأمر. يبقى ولكم في القصاص حياة، القصاص سبب حياة للأمة، ردعا قبل الفعل وعقوبة بعد الفعل، وردعا بعد الفعل. 3، ردعا قبل الفعل، اللي رايح يقتل لما عرف انه هيتقتل هيلم نفسه، وعقوبة اللي قتل قتلنا أنهينا الأمر، وردعا بعد العقوبة اللي ناوي يعمل حاجة خلاص لقى الدولة ماسكة نفسها وتحكم بشرع الله وعارف ان هو هيتقتل يبقى ما يقتلش، وبعدين حقه ايه؟ جه خلاص انتهى الأمر. الآية دي تحل مشكلة الصقر في الصعيد لمن يعقل، لمن يريد صلاح البلاد والعباد، ولكن القائمين عليها لا يريدون ذلك، أعاذنا الله وإياكم. فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم. لاحظ خطاب الجمع في كل كلمة، يخاطب كل المسلمين عن كل المسلمين، دم كل مسلم على أي مسلم حرام، لا يباح إلا بواحدة من 3: السيد الزاني، النفس بالنفس، التارك لدينه. والحديث في صحيح مسلم: التارك لدينه، المفارق للجماعة، المرتد. حكم القتل بهذا الحديث وبحديث آخر في صحيح البخاري: من بدل دينه فاقتلوه.
غيرت السنة قبل الماضية في ثالثة سنة ومن بدل دينه فاحترموه. تحريف في صفحة 64 من كتاب التربية الوطنية، من بدل دينه فاحترموه. يبقى الثابت على دينه المقابل بتاعها، أعاذنا الله وإياكم. ويأتي المؤلف الكذاب المدلس فيقول: كيف تقول إن المرتد يقتل والقرآن قال لا إكراه في الدين، والقرآن قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر؟ صح يا عم الشيخ، الآية صريحة، هي لا إكراه في الدين. إزاي بقى أنت اللي ساب الدين تقتله والإسلام بيقول ما فيش إكراه براحته؟ أوضح منها هتعملوا لنا فيها مشاكل؟ أو قرآن أهو، مش ده قرآن؟ فمن شاء فليؤمن، من شاء براحتك، يعني الدنيا مرحرحة وحلوة زي الفل، ومن شاء فليكفر. عاملين مشاكل اللي أنتوا بقى، ده قرآن يعارض الحديث، يبقى كده الحديث ده ضعيف، ده في صحيح مسلم، ده في صحيح البخاري. يا عم بخاري مين ومسلم مين؟ هو ودانا في داهية غير الكتب دي؟ الداعية الإسلام الكبير في قناة القاهرة والناس عمال يهت وانت بتسمع. ومنا من إذا عقلت الحمر لن يعقل هو، أعاذنا الله وإياك، لأن كلام الظلمة وافق هوى عنده فثبت واستقر على أنه الحق. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ده صريح يا عم الشيخ في حرية الكفر. تؤمن انت بعد ما القرآن يقول انت وحر في كفرك وفي عبادتك وفي إيمانك، تيجي تقول لي اللي يكفر تقتله؟ لا، راجع نفسك، ذاكر، روح ذاكر. أقول لك كتاب الله للكل وتفسيره واستنباط الأحكام منه ليس للكل، ولو ردوه إلى مين؟ إلى الله وإلى الرسول ومين تاني؟ أهل العلم بقى، مش الناس اللي واقفة على الناصية، مش اللي قرأ الآية غلط. أنت قريت الآية غلط هتفسرها صح؟ حضرتك مش عارف تقرأ في المصحف هتشرح لي ديني؟ والله سمعت فاشلهم الأكبر بالأمس يقرأ آيتين خطأ. يا مولانا أنت مش عارف تقرأ، هتبقى شيخ ومفسر ومجدد؟ الله، يا كانش حد غلب. طب شوف كده الآية بتقول إيه ومعناها إيه. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فهم الحمار إيه؟ حرية الكفر، براحتك تكفر، براحتك تسلم، براحتك، ملناش دعوة. طب ده فهم خطأ. الدليل، لو الكفر مباح والأمر مدار على الإباحة، فعل المباح يقتضي عقوبة؟ الإجابة لا. الأكل مباح، الشرب مباح، لو ابنك كل تضربه؟ لا. تعاقبه؟ لا. أمال إيه اللي عليه عقوبة؟ المحرم، المجرب. ففعل المباح لا يقتضي عقوبة، صح؟ تعال بقى اقرأ الآية: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فليؤمن مضارع مقترن باللام، فليكفر مضارع مقترن باللام، صيغة من صيغ الأمر. ماشي، كمل الآية: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. دي عقوبة، وفي القرب تخلع القلوب. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. طب إذا كان الكفر مباح لما ذكرت العقوبة؟ يبقى ذكر العقوبة صرف الأمر عن المعنى الظاهري إلى معنى التهديد والوعيد، فالأمر للتهديد والوعيد، رب العباد يهدد الكفرة إن كفرتم بشديد العقوبة.
يبقى تهديد يا عم الشيخ. يا عم الشيخ انت سباك خليك في السباكة، انت حداد خليك في الحدادة، انت طبيب خليك في الطب، انت مهندس خليك في الهندسة، ودع العلم الشرعية لمن بذلوا حياتهم له، خليك في تخصصك. تخصصك يقول لك لا، انت عاوز تفهمني ان ربنا خد المشايخ على جنب وقال لهم اللي ما قالوش لحد؟ يا عم انت قاعد على المصطبة، ما هذه اللغة السوقية؟ القرآن نزل للكل، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ في تيسير للذكر بس الفهم له رجاله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: إنما أنا قاسم والله يعطي، أنا نبي أعلمكم، أقسم العلم بينكم بالعدل، بقول قال الله قال الرسول، بشرح الدرس لكل الطلبة، دي قسمة عادلة، ما قلتش لدول وسبت دول، قلت للكل، خطبت الجمعة بين الكل، مئات عشرات آلاف عشرات الآلاف ملايين سمعوا كلام، كنت عادلا في قسمة العلم بينهم لما سمع الكل. إنما أنا قاسم والله يعطي، المقصود بها الفهم كما قال ابن حجر. أنا قسمت العدل بين، قسمت بالعدل بينكم العلم، أسمعتكم العلم كلكم، لكن كل فهم زي كله ولا الفهم درجات؟ عطاء الفهم من من؟ من الله عز وجل. زي ما حضرتك ابنك بيمرض بتروح للسباك ولا للحداد؟ لا للطبيب. عاوز تبني بيت بتروح لمين؟ للمهندس. عاوز تسأل في الدين تروح لأهل العلم، ناس درست 20 و30 و40 و50 سنة، فهمت أن الأمر هنا خرج لمعنى التهديد والوعيد. الدليل يا مولانا ذكر العقوبة بعد ذلك دليل على أنه تهديد ووعيد وليس إباحة. زي إيه يا مولانا؟ ابنك بيلعب وعنده امتحان الصبح، وجارك ابنه بيلعب وعنده امتحان الصبح. الآباء في التربية أنواع وأصناف، واحد جه شتم ابنه وضربه وعنفه وعاقبه، اطلع يا ابن كذا واطلع فوق ذاكر يا فاشل، اطلع ذاكر، أدى ما عليه مع اختلاف في الأسلوب. التاني رايق كده قال لابنه براحتك تلعب، براحتك تذاكر، براحتك، مش هقول لك ذاكر، بس لما تطلع النتيجة واعرف ان انت سقطت مش هقول لك انا هعمل فيك ايه، ده انا هعمل وهساوي، هطلعك من المدرسة، هعلقك، هوديك تشتغل مع بليا الميكانيكي، تيجي مزيت وتروح مزيت، وهعمل وهمنعك من المصروف، وهاخد الفلوس من بليا الميكانيكي ومش هقبضك. كل ده اسمه ايه؟ تهديد وعيد. في عاقل يقول الأب اللي بيقول لابنه براحتك تلعب، براحتك تذاكر، براحتك، بس لما تطلع النتيجة وتسقط هتشوف عقوبتك. في عاقل يقول إن الابن، الأب ده بيقول للابن قوم العب، أو الأمران مستويان عندي، براحتك يعني مش هزعل يعني، ولا بيهددوا؟ بيهددوا. إيه اللي عرفك إن الأسلوب ده تهديد؟ ذكر الإيه؟ العقوب. أدي بلغة المصطبة أهي قاعدين مع بعض أهو، فهمنا أهو. طب أبو جهل مش فاهم نعمل له إيه؟ نقول الجاهل لا يتكلم، ونقول له لا تهرف بما لا تعرف، ولا تتكلم قبل ما تتعلم. فدين الله للكل، لكن تعليم دين الله له رجاله. كلنا مسلمين وكلنا بنقرأ القرآن، كلنا نعلم القرآن، كلنا نعلم الشريعة، لا كلنا بنمرض وكلنا أطباء، ولا بنروح للطبيب؟ المرض ده أمر عام، إنما لما بتمرض بتبقى طبيب نفسك ولا بتروح للطبيب؟ بتروح للطبيب. اسمع لابن القيم يلخص ما نحن فيه، بيقول: والناس في دنيا الناس تحترز لطبيب الأبدان، ولا تحترز لطبيب الأديان، مع أن مدار الأكوان على طبيب الأديان. والناس في دنيا الناس تحترز لطبيب الأبدان، ولا تحترز لطبيب الأديان، مع أن مدار حفظ الأكوان على طبيب الأديان. طبيب الأبدان اللي هو الطبيب الدكتور المعالج، طبيب الأديان اللي هو الشيخ. عندك أي مرض كده في الإخلاص، في التوجه إلى الله، في
صوابية العبادة، في صلاح العبادة، في قبول العبادة، تروح لطبيب الأديان اللي هو الشيخ. بيقول بقى الناس في الدنيا تحترز لطبيب الأبدان. يعني لما تروح لطبيب هتعمل عنده عملية في عينيك، قالوا لك ده عمل عملية الواحد وعمي قبل كده، هتعمل عملية ازاي ده؟ قالوا لك ده نسي الفوطة في قلب في بطن الولية اللي كان بيولدها قبل كده. تاخد دي لك في سنانك وتجري خايف على مين؟ على نفسك، صح؟ ولا بتقول سيبها لله؟ علق فراق بتعلم وبتسالم؟ لا، مين؟ العمر واحد ورب واحد يا حاج. ايه؟ عند القلق على صحتك تجري على اصح طبيب وافضل طبيب واغلى طبيب وتبيع اللي وراك كله قدام. طب طبيب الاديان يا مولانا، انا حاطط فلوسي في البنك، وديت فلوسي في السويس، قناة السويس الجديدة هيدونا 12%. ايه؟ حرام. افتوا بقى واعملوا مشايخ بقى. ما المفتي الحلال والشيخ الازهر، يعني كل العمم دي مش فاهمة وانتوا اللي فاهمين؟ طب افهم، وحد الله كده وافهم. الراجل هياخد منك 60 مليار يفحت بيهم قناة جديدة انت مش عارف هو عاوزها ليه اصلا. طيب سيبنا من صوابية المشروع وخطأ المشروع. هو قال ان المشروع ده هنفضل شغالين فيه 3 سنين، يعني هيبتدي يدر ارباح في السنة ليه؟ الرابعة. ما تخافش الرابعة، مش ما تقلقش او كده، ما تبقاش عندك هوس. يعني السنة ليه؟ الرابعة. فلغة العقل حضرتك تاخد ارباح امتى؟ في السنة الرابعة. طبعا انت ما بتنطقش عشان الكلام مش جاي على الهواك، وديت الفلوس وخلاص ومستني الجرشنات. فانت الراجل هيشتغل 3 سنين هيبتدي يدر ارباح في السنه الرابعه، فالمفروض بلغه العقل ان حضرتك لو مش نصاب تديني ارباح في السنه ليه؟ في السنه الرابعه. وبعدين الارباح ما تكونش محدده سلفا بنسبه في راس الماء، يعني لو قلت لي انا هديك 100,000 تديني 20,000 كل سنه، حرام. ليه؟ وارد ان انا اخسر، وارد ان انا اكسب 20 بس يبقى انت خدت الفلوس وانا طلعت براءة، وارد ان انا اكسب 10 واحط من جيب 10 واديك زي ما بيحصل في البنك، وارد ان انا اكسب 100 يبقى انا العامل اخد 90,000 وانت صاحب تاخد 10 يبقى ظلمتك. امال الحلال ايه؟ اديك نسبة في الربح، اقول لك ليك نص الربح، ليك تلت الربح، ليك تلتين الربح، طالما اتفقنا وتراضينا خلاص. بس نص الايه؟ مش رأس المال، نص ايه؟ الربح. الربح ده غيب لا يعلمه إلا الله. كسبنا 10 أنت 5 وأنا 5، كسبنا 100 أنت 50 وأنا 50، ده حلال. هتاخد نص إيه؟ الربح. طب فين الربح في السنة الأولى؟ مفيش. في السنة الثانية؟ مفيش. في السنة الثالثة؟ مفيش. هتبتدي الأرباح إمتى؟ فلغة العقل والدين والشرع بتقول إن النسبة المحددة حرم شرعا، وإن حددت النسبة في الربح نص الربح وربع الربح لما أربح، والربح هيبتدي من السنة الرابعة، يبقى أولى وتانية وتالتة حرام. طب إيه اللي بيحصل يا مولانا؟ وده دين ولا مش دين؟ فيما أحدثك، وظيفتي أن أحدثك عن الحلال والحرام، وظيفتي أن أنبهك للحلال لتفعله وللحرام لتجتنبه. فإن كان الحرام الذي تأكله يوافق هوى عندك فهذا أمرك، أما أهل العلم فوظيفتهم أن يبينوا الحق للناس، وإن كانت الغالبية على باطل لا تخشى الله تدلس على خلق الله، فليس هذا ذنبا لنا. وليتكلم الناس بالعلم لننبه الناس للحق لنحذرهم من الباطل لا لنعمم الباطل. إن لم يعجبك كلامنا فاسمع لأهل الباطل واتبعهم، هذا أمرك. أما وظيفة أهل العلم فبيان الحق لأهل الحق ولطلاب الحق. من طلب الباطل فليرحل إليه، اسمه على نفسه. أما نحن علينا على أنفسنا أن نبلغ خلق الله الحق الذي علمنا إياه الله. من خاف فليرحل، من يخشى غير الله فليرحل. في دنيا الناس الذي يعطيك أرباحا مقدمة قبل أن يعمل نصاب، لم يعمل ويقول لك هذه نسبة أرباح، وفي السنة الثانية لم يعمل، هذا نصب. لكن هو سيعطيك من أين؟
سيعطيك من قناة السويس القديمة، قناة السويس ملك للدولة، أموالها ترحل إلى الفقراء والأرامل والأيتام والمساكين. حينما نعطي أصحاب الستين مليار أرباحا من قناة السويس القديمة التي أموالها لفقراء مصر ولأرامل مصر ولمحتاجي مصر، نأخذ أموال الفقراء نعطيه للأغنياء الذين أخرجوا الستين مليار، هي منظومة ظالمة غاشمة. الفقير يزداد فيها فقرا والغني يزداد فيها غنى، وتتسع الهوة ولا يرضاها إلا ظلمة الأغنياء. أما من يخشى خالق الأرض والسماء فإنه يخاف ذلك على نفسه وعلى عياله وعلى آخرته، ومن دلس في هذا سيلقى الله. قال ربنا: وقفوهم وقفوهم إنهم مسؤولون. الكل سيقف بين يدي الله وسيسأل بين يدي الله وسيجيب عما اقترفته يداه. فإن رأيت الباطل وألفه قلبك أصبحت مشاركا، فإن اشتركت في الباطل أصبحت ذا اسم عظيم. فأقل القليل إن لم ترفض الباطل بلسانك فلترفضه بقلبك، إن لم تكن من قوال الحق فلا تكن من المطبلين لآل الباطل من الخلق. أقل القليل أن ترفض بقلبك لا أن تشارك بمالك أو بجهدك أو بلسانك. تبرأ، تبرأ من كل ظلم، تبرأ من كل قتل، تبرأ من استباحة الأموال. فإن رسول الله قال صلى الله عليه وسلم: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. ونبينا أخبر أنه إذا وقعت الخطيئة في الأرض كان من غاب عنها فرضيها كمن شهدها، ومن شهدها فرفضها كمن غاب عنها. وأصل الحديث عند أبي داود: من رفضها بقلبه كمن غاب عنها. لكن مصيبة ألا تكون مشاركا في اسم باللسان أو اليد ثم يكون رضا قلبك سببا للمشاركة وعظيم الجرم والإسم بين يدي الله عز وجل. مصيبة أن تضيع آخرتك من أجل دنيا غيرك. رسول الله قال: فإن دماءكم، دماء كل المسلمين حرام. على من؟ على كل المسلمين. لا تستباح إلا بواحدة من ثلاثة ذكرناها: دماء الجنود حرام، دماء الذين قتلوا في سيناء إن كانوا قتلوا في سيناء حرام، ودماء الذين يقتلون في الشوارع حرام، ودماء الذين يقتلون رافضين للظلم حرام، ودماء الذين قتلوا في الميادين حرام، ودماء الذين يقتلون في السجون حرام. لا تكن بعين واحدة، وأخبر عن الحرام بكل طوائفه وبكل أنواعه. نبرأ إلى الله ممن قتل أبناءنا وجنودنا في أي مكان بغير وجه حق، كما نبرأ إلى الله ممن قتل إخواننا في الشوارع وفي الميادين وفي الزنازين. نبرأ إلى الله من هذا وذاك. أما أن تكون شيخا فتخرج وتبرأ إلى الله ممن قتل الجنود وتسكت، لا. أن ترى الدماء مراقة من كل الفصائل الإسلامية مغيبها وغير مغيبها وتسكت، أو تتكلم في فصيل دون فصيل، أو لا تتكلم في الدماء أصلا. فإن السلف قالوا: من رحل إلى بلد تراق فيه الدماء، دماء الموحدين، وتكلم في الصوم والصلاة فهو خائن لله. اعقلوا هذا. إلى الساكتين، إلى الخائفين: من رأى دماء المسلمين مراقة وسكت، أو تكلم في الصلاة والزكاة وترك دماء خلق الله مستباحة من الجهلة من خلق الله أو من الظلمة من خلق الله، وتكلم في غير هذا، في فقه الأولويات وفقه الواقع وفقه اللحظة، فهو خائن. إن دخلت عليك وحدثتك في الصيام والصلاة والزكاة وتركت الحديث في الأمر الذي يعم أهل الأرض فأنا خائن، أدلس عليك
أوجهك لغير التوجيه الصحيح إلى الساكتين، إلى الخائفين، إلى المدلسين، إلى بائعي الدين، إلى المترخصين. اسمعوا، ولقد جئتمونا فرادا. لن تلقى الله بحرسك ولا بوزارتك ولا بمحافظتك ولا بمشيختك ولا ولا ولا. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. كيف ولدت؟ أعظم العظماء أظلم الظلمة. أخبروني عن رجل نزل من بطن أمه والحرس كانوا معه فخرجوا معه. أخبروني. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. بس وتركتم ممتلكاتكم. لا، ما كنت تملك شيئا، إنما الملك هو الله والجبار هو الله. وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. لا معك ثلاث سبعات ولا خمس خمسات ولا حرس ولا وزارة ولا محافظة ولا مشيخة، معك عملك وما قدمت يداك ولسانك. وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. أعدوا لهذا اليوم عدته، وقفوهم إنهم مسؤولون. من علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. أما ما حكم الدماء المراقة الآن في بلاد العرب بالأخص في العراق وسوريا، ما حكمها؟ هذا ما نسأل الله أن يعيننا على بيانه بعد جلسة الاستراحة إن شاء الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، فإن من المقرر الذي لا خلاف عليه وعليه إجماع أهل العلم في كل زمان ومكان أن حرمة دم المسلم أبدية، لم تبح إلا بما استثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمور الثلاثة التي ذكرناها. فما حكم هذه الدماء المسالة؟ حرام. دماء أي فصيل مسلم بغير وجه حق حرام. أي مسلم بأي توجه يحمل لا إله إلا الله لم يدخل تحت واحدة من الثلاث دمه حرام، أيا كان وصفه أيا كان انتماؤه. طب يا شيخنا، أما أباح رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قتل الخوارج؟ بلى، أباح. قال: إن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإيران. لكن قبل أن تتحدث عن إباحة دم الخوارج، من هم الخوارج؟ قال النبي فيهم صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. خرجوا من الدين بسوء الفهم أو بانعدام الفهم أو بنقيض الفهم الصحيح، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، لا يجاوز حناجرهم، يعني لا يصل إلى العقول لتفهم، لا يفهمون. ينزلون آيات الكفرة على الموحدين، يكفرون الناس، ثم بعد تكفيرهم للمسلمين يستبيحون دمهم. هؤلاء هم الخوارج. هل الذين استبيحت دماؤهم في الميادين يكفرون الناس؟ إن كانت الإجابة لا، فقتلهم حرام وظلم، ومن أباح قتلهم مسؤول عن كل هذه الدماء أمام الله. واعلم أن النبي قال كما في صحيح مسلم صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يقضى فيه بين الخلق يوم القيامة الدماء.
فأبشر، أبشر يا ابن الحق يا من قتل ولده أو أبوه أو أخوه أو حبيبه أو جاره، أنك آخذ حقك لا محالة، إن لم تأخذه اليوم فستأخذه غدا بين يدي من؟ الله، وهو الذي وعدك بالنصرة في قوله: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. من القائل؟ الله. أعد: إنه كان منصورا. من الذي يعد بالنصرة؟ الله. أبشر، أطمئن، بين يدي الله أول ما يقضى فيه الدماء ستأخذ حقك. يبقى من قتل الموحدين بغير سبب سيسأل، وكل الدماء التي أريقت ستوضع في رقبة من أفتى بحلية إراقته، وقد يكون حمله أكثر بين يدي الله ممن باشر القتل إن كان جاهلا. طيب، هناك الدولة الإسلامية خوارج يكفرون الناس، من الذي أعلمك؟ هل لقيتهم؟ ماذا تعرف عنهم؟ أنا لا أعرف عنهم شيئا، وما يأتي إلينا من إعلامنا وأنا لا أثق في هذا الإعلام، فهو في أغلبه إعلام فاشل كذاب، يجعل من الظالم الطاغية عمر بن الخطاب، ويجعل من التقي قوال الحق مسيلمة الكذاب، إعلام لا يخشى العلي الوهاب ولا يقيم اعتبارا للقاء رب الأرباب. أنا لا أصدقه، رأيته قبل يحرض على قتل المسلمين، ورأيته قبل يدلس على الناس أجمعين، ورأيته ينال من كل ما هو إسلامي، فهو عندي غير مصدق، هو عندي غير مصدق، لا في قليل ولا كثير. ثم أسير معك ولنفترض جدلا أنهم كما تقول على إرهاب وتشدد وتكفير خوارج. سؤال: ماذا فعل علي بن أبي طالب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم في حكمه مع الخوارج؟ خرج عليه 4000، أرسل إليهم عبد الله بن عباس، جلس إليهم، حاورهم، ناظرهم، أعلمهم، وجههم، بصرهم، فعاد منهم 2000، ثم قاتل 2000 الآخرين. يبقى الحوار سيدنا عبد الله بن عباس ابن عم النبي المختار صلى الله عليه وسلم جاب نتيجة بنسبة كام؟ 50%. هل فعلت ذلك؟ هل رحلت إليهم؟ هل علمتهم؟ هل بصرتهم؟ هل أعلمتهم بأخطائهم؟ الإجابة: لم يحدث. الثانية: من الذي يقاتلهم؟ من الداعي لقتالهم؟ أمريكا. ما رايتها، إسلامية أم صليبية؟ صليبية. هل يحل لمسلم أن يقاتل مسلما تحت راية صليبية؟ الإجابة: لا. الثالثة: أتريد أمريكا والغرب منا ولنا خيرا؟ الإجابة: لا. إن كانت تريد خيرا لآل سوريا كانت قد وقفت ضد بشار الذي قتل 200,000 من أهل السنة، أو وقفت ضد الشيعة في العراق الذين قتلوا قرابة 1,000,000 من أهل السنة، وآخر مذبحة قتل 70 من أهل السنة من المسلمين يوم الجمعة منذ شهور قليلة أو أقل من شهرين، 70 مسلم ذبحوا ذبح النعاج في المسجد في صلاة الجمعة على أيدي ميليات الشيعة، الشيات الشيعة، إن كانوا رحلوا لتخفيف الظلم عن المظلومين أين هم من مسلمي ميانمار وبورما الذين يذبحون ويقتلون ويحرقون أحياء لأنهم مسلمون؟ أين هم من 5 ملايين مسلم في الصين يقطعون إربا إربا أحياء؟ أين هم مما يحدث في مالي أو الصومال؟ لا وجود لهم.
هم لا يتدخلون لنصرة ضعيف مسلم، لا يتدخلون لهذا. قلت لك ميثاق الأمم المتحدة هو ميثاق الأمم القوية الغنية الصليبية ضد الأمم الإسلامية الضعيفة، لا يتحركون لمسلم تراق دمه. أين هم؟ لا وجود له. أقر أخيرا قائدهم أن الضربات التي توجه للدولة الإسلامية في مصلحة بشار لا محالة. جميل، هم الذين كانوا يقررون وينوون فرض العقوبات وحرب بشار لإسقاطه، ما فعل، لأنه شيعي نصيري علوي امتداد لإيران التي تريد أن تجعل الخليج العربي خليجا فارسيا وأن تبسط سلطانها على المسلمين، هذا الامتداد الطبيعي. فالخلاصة يا عبد الله، إن كنت لا تعلم عنهم شيئا فأقل شيء ألا تشترك، وفوق ألا تشترك أن ترفض هذا، مع علمنا أن من اجتمع الغرب والأمريكان والصليبيون على حربه لابد أن يكون صوابا أو على الأقل قريبا من الصواب أو على الأقل له حق في رقبتنا. أظهر ما أريد أن أوصله لك أن قتال المسلم لمسلم ولو في الظاهر تحت راية صليبية لا يجوز. هذا غاية ما أعاننا الله على بيانه. نختم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، الأعراض التي استبيحت من المسلمين في سجون المسلمين، 44 بنت تغتصب في سجون المسلمين، هذا دليل على أن هؤلاء فروا من الإسلام وحاربوا المسلمين. فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، أختم بها لأبلغك ولأجعلها في رقبتك، إن دلس عليك مدلس أو كذب عليك كذاب إياك أن تتخيل أن أخاك المسلم يوما ما سيكون دمه أو عرضه أو ماله حلال. من قال لك فاعلم أنه كذاب لا يخشى الكبير المتعال. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تيسر لأمتنا أمر رشد يعز فيه آل طاعتك ويهدى فيه آل معصيتك ويذل فيه آل الجبروت على خلقك. رب ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا، ول أمورنا خيارنا ويسر لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. رب استعملنا ولا تستبدلنا، رب استعملنا ولا تستبدلنا، رب إنا نسألك ألا يؤتى الإسلام من قبلنا، رب لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، رب لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، رب لا تولي علينا بذنوبنا من لا يهابك فينا ولا يرحمنا، رب انصر الحق وأهله، واخذل الباطل وحزبه، وأعد الحق لأهله، رب فرج كربنا، وأزل همنا وغمنا، وانتقم ممن ظلمنا، رب فرج كربنا وكرب إخواننا في سوريا وبرما ومالي وفلسطين وإفريقيا الوسطى وميانمار، رب فرج كرب المكروبين في كل مكان، وانصر الموحدين من آل السنة في كل مكان، رب شغلنا بأنفسنا عن المجندلين من إخواننا فكن لهم يا رحمن، كن لهم ولا تكن عليهم، كن لهم ولا تكن عليهم، لا تؤاخذنا بتقصيرنا في حقهم يا أرحم الراحمين. رب اهد شباب المسلمين وفتيات المسلمين وارزقهم العفاف والحصان أجمعين، فك الكرب عن المكروبين وسد الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين ورد إلينا الغائبين، وفك أسر المأسورين واجعل أسرهم في موازين حسناتهم. رب اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة عبد الله، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وقبل أن أنزل، لا تنسوا فقيركم، لا تنسوا يتيمكم، لا تنسوا أرملتكم، لا تبخلوا بمال الله على عباد الله، وكونوا عباد الله إخوانا.